اتهم موقع إخباري تابع لقطر السلطات السعودية بالتنصت على الرئيس هادي والمسؤولين اليمنيين المتواجدين في الرياض. ونقل موقع عربي 21 التابع لقطر عن مصادر في الشرعية بأن عملية التنصت تديرها وحدة رصد تابعة لما تسمى اللجنة الخاصة، وهي لجنة سعودية مسؤولة عن إدارة الملف اليمني. ونقل الموقع عن مصادر داخل الشرعية لم يحددها بأن التنصت يتم على الاتصالات الهاتفية التي يجريها الرئيس اليمني والمسؤولون الحكوميون فيما بينهم وغيرها من الاتصالات.